هذا يسأل الظاهر من سؤاله أنه يسأل عن جلسة الاستراحة في الصلاة، هل هي سنة أو ما هي بسنة؟ جلسة الاستراحة إذا قام من الركعة الأولى للثانية يستريح شوي، إذا قام من الثالثة إلى الرابعة، هذه محل خلاف بين العلماء، والمشهور والراجح أنها ليست سنة وإنما هي للحاجة، إذا احتاج الإنسان إليها لمرض أو لكبر سن احتاج للاستراحة يعملها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل عليه الصلاة والسلام، هي تعمل للحاجة ما هي بتعمل على أنها سنة.